بالله والحمد لله. ربنا اجعلنا حاملين بكل اجتهاد وقوة وعنوان وصدق وحماسة رايات الإسلام التي تعطي للإنسان فرصة أن بدون إسلام لا ترفع آيات الإسلام ولا يكون سلطان الرحمن لصالح أهل التوحيد آل محمد عليه الصلاة والسلام. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ديار الجاهلين، يعني الصيحة عليك فيزيائيا هي ما هي صوت شديد وعنده ارداد ما يعرف كرب، لازم الفيزيائيين لازموش يعتدون الى نوع التردد اللي في الصيحة الصوت. فأردتهم جاثمين، يعني لا حركة لهم من منبطحين، كانوا الشيء النتن الوسخ للكفر والعناد. هناك قام جاثمين في ديار كانت ملآنة بالحياة، لكن حياة الذين لا يقيمون وزن الحياة التي هي من الرحمن الذي يقدر الحياة ويتقبل الموت. فهل أنتم منتهون يا معشر العابدين لقيم إسلامية أراد الله بها نجاتكم ونهاية حميدة لحياتكم الدنيوية ولراحة لكم أثناء جولتكم أو مرحلة بين الدنيا والآخرة وهي حياة برزخية؟ وكذلك أراد الله للإنسان والإنسان أن ينعموا بالجنان، لكن آيات إبليس صدق في رأيه فيهم، اتبعوا عبد الرحمن وشد صحيح الذين هناك، ولا رب قد أرسل رسلا ولا أنزل كتبا، هذا ما أوحى به إبليس، فهنيئا لهم باتباع إبليس لأنهم سيحظون معه في نار قائمة أبد الآباد. يا رب انصرنا في الآن وأخرانا يا كريم.